السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل الآبائي وكذلك الصفحة الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيفة الجزائرية. تحياتنا لكل من يتابعنا سواء من داخل الجزائر أو من خارج الجزائر. تحية لكل مشتركين من الدول العربية وكذلك من أوروبا. إذا سأتكلم عن السرقة بين النحل، وهي هجوم خلايا قوية على خلايا ضعيفة، أو على سبيل المثال مثلا هاي النحلة هذه، هذا تقاتل بين نحلة صفراء ونحلة سوداء. إذا السرقة بين النحل تحدث يعني عندما يكون شح، يا أغلب الأحيان عندما يكون شح ويكون جوع عند النحل تبدأ السرقة بين النحل. إذا هناك عدة طرق للحد من عملية السرقة ومن ظاهرة السرقة، وهي خلط الماء والملح ورش كل الإطارات، يعني كل الصناديق، يعني تهز بالكأس وترش مباشرة الصندوق، تنقص من الباب كما فعلت هنا، نقصت من الباب، تسد كل الشقوق، أي شق في الصندوق تسده. هذه طرق، ممكن حتى بخل التفاح والماء تستطيع أن ترش كذلك الأبواب الخلية بخل التفاح والماء، جربتها كذلك ناجحة. نشوفوا أن الخلية هذه تتعرض للسرقة، نقصت لها من الباب، ولكن حبيت نكتشف في المنحل من هي الخلية التي تهاجم هذه الخلية. قمت ب يعني عمل جولة على كل الخلايا، وجدت أن هناك خلية عندها نحل يخرج بكثرة. مثلا هنا الخلية راهي تدافع عن نفسها، شوفوا تجمع النحل وكذلك تقاتل النحل فيما بينه، هذه كذلك راهي أمام الباب، هذه كذلك. إذا هذه اللي عندها السرقة، أو هذه الخلية اللي عندها السرقة بكثرة. نشوفوا في الصناديق ونشوفوا مع بعض. هذه راه عندها سروح، النحل يجي في حب اللقاح يعني مش سامع بالسرقة هذه، خلاص هذو الخلايا خلاص خاطئين. هذه الخلية يعني هي راهي داخل الصندوق حتى النحل السارح قليل، هذه بريئة. نجيو للخلية المجرمة، هاي الخلية المجرمة كيف عرفتها؟ لأن باب السروح كان من هنا، قمت بسحب اللوح هذا للجهة اليمنى، وجدت أن النحل السارق هو نحل هذه الخلية. هاو الباب، فتحت الباب الجديد من هنا وشوفوا النحل هذا السارق الذي كان عند الصناديق أو يهاجم الصناديق أين يتجمع. لو كان محمل بحبوب اللقاح ممكن، لكن أنا عرفت باللي هذا نحل، هذا هو هذه الخلية التي حدثت بها السرقة. إذا واش راح ندير؟ من الخلية هذه راهي تهاجم لي المنحل، أول حاجة راح نغذيها هي الأولى، راح نبدأ بتغذيتها ونبدأ بالتغذية ونترك الباب هكذا، نترك الباب هكذا لبضع دقائق حتى ينقص النحل السارق، لأني لاحظت منذ 20 دقيقة أن النحل الذي يخرج كله من هذه الخلية ويذهب للخلايا التي رأيناها مع بعضنا البعض. إذا نقدم للخلية هذه التغذية، قدم لها التغذية. هذه الطريقة ناجحة إذا كانت السرقة من داخل المنحل، يعني من خلايا المنحل فيما بينها. لكن لو يجيك نحل سارق من مناحل أخرى، لازم لك تنقص من الباب، تترك فقط 2 سنتيمتر أو 3 حتى وتكون خلية قوية، وترش بالماء والملح كل الخلايا كل الصناديق، يعني ترش تقعد ترش مرتين حتى النحل هذا السارق عندما يمتص الماء بالملح يجده مالح فيذهب مباشرة، يعرف أن هناك أو أن الخلية لا يوجد فيها عسل. هذه هي، شكرا لكم وإلى اللقاء.